هنبدأ نشوف أول مقطع معانا. أول حاجة عندنا هنلاقي إن المقطع اللي بيمر بالروسترم وفي كورباس كالوزم بيقطع الكورباس كالوزم مرتين. أول حاجة عندي فوق بيقطع البادي أوف كورباس كالوزم، يبقى ده المقطع بتاع البادي. بعد كده بيرجع تاني يقطع الكورباس كالوزم عند الروسترم، يبقى هنا عندنا ده الروسترم اوف كورباس كالوزم، يبقى عندي البادي فوق وعندي الروسترم تحت. طيب ما هما بين البادي والروسترم في ممبرين كده اللي انا ملوناه باللون الاحمر ده، هو اسمه سيبتم بيليوسيدم. ده عباره عن ممبرين مكون من طبقتين بيمتد ما بين الكورباس كالوزم والفورنكس. فلما اجي اقطع اخد المقطع بتاعي هقطع البادي وبعدين السيبتم بيليوسيدم وبعدين الروسترم. ادي البادي، ادي السيبتم بيليوسيدم، وادي الروسترم. تمام. طيب هقطع ايه من البيزال جانجليا؟ هلاقي نفسي قطعت في الهيد بتاعت الكوديد نيوكليوس، واحنا عندنا الهيد بتبقى كونتينوس مع ايه؟ مع اللينتي فورم نيوكليوس، مع الجزء الخارجي منها اللي بنسميه بيوتامين. فهتبان عندنا بالمنظر ده اهو. تمام. ادي الهيد بتاع الكوديد وادي البيوتامين، وهنلاقيهم كونتينوس مع بعض، وفي فاصل ما بينهم عباره عن جزء من الانترنال كبسول بنسميه انتيريور ليمب اوف انترنال كبسول. تمام. طيب المقطع ده هو اتقطع لي ايه في اللاترال فينتريكل؟ قطع الانتيريور هورن، يبقى ده الكافيتي اللي موجود عندنا هو الانتيريور هورن. ومن الرسمه دهيت هجيب البوندرز بتاعه الانتيريور هورن. اول حاجه الروف بتاعه معمول بايه؟ معمول بالبادي بتاع الكورباس كالوزم. طب الفلور بتاعه هنلاقيها معموله بالروستروم. الميديال وول معمول بالسيبتم بيليوسيدم. اللاترال وول هيبقى معمول بالهيد اوف كوديد. اتبقى عندنا بس الانتيريور وول، والمفروض ان ده مكان الانتيريور هورن بتاع اللاترال فينتريكل في المكان ده هو. فلما اطلع لقدام هلاقي ان الانتيريور وول بتاعه معمول بايه؟ معمول بالجينو اوف كورباس كالوزا. نبتدي ناخد المقطع اللي هيقطع لنا البوستيريور هورن. علشان اقطع في البوستيريور هورن يبقى المقطع بتاعي اخر واحد ورا خالص، اللي هو بيمر بيه السبلينيوم وفي كورباس كالوزم. ادي المقطع بتاع السبلينيوم اهو. احنا عندنا السبلينيوم الفايبرز بتاعته بتبدا تعمل لنا استراكشر بنسميه فورسبس ميجور. فورسبس ميجور تمام. لو احنا بنبص على الكورباس كالوزم من فوق هنلاقي ان احنا بنشوف الجينو والبادي والسبلينيوم. لو تخيلنا مثلا ان ده الكورباس كالوزم اهوت، وادي السيريبرال هيمسفير اليمين وادي السيريبرال هيمسفير الشمال. هنلاقي ان احنا عندنا ده الجينو، ده البادي، وده السبلينيوم. الفايبرز بتاعت الجينو هتطلع لقدام تعمل ارش لقدام وتربط الاثنين فرونتال لوبز ببعض، ودي بنسميها فورسبس ماينور. تمام. اما الفايبرز بتاعت السبلينيوم فدي بتعمل ارش لورا، بتعمل تقوس كده بترجع لورا، وبتعمل لنا اللي بنسميه فورسبس ميجور، وده بيربط الاوكسيبيتال لوبز ببعضها. فلما اجي اقطع ورا في السبلينيوم يبقى انا هقطع ايه؟ هقطع الفورسبس ميجور. يبقى اول حاجه عندي قطعت في السبلينيوم وقطعت في الفايبرز اللي طالعه من السبلينيوم اللي بتعمل لنا فورسبس ميجور. يبقى دي السبلينيوم وادي الفورسبس ميجور. تمام. تحت السبلينيوم على طول هقطع في الكالكراين سالكس، يليه ده موجود على الميديال سيرفيس، وبعد شويه لما الف على الانفيرير سيرفيس بتاع السيريبرال هيمسفير هقطع الكولاترال سالكس. فانا دلوقتي تحت السبلينيوم على طول قطعت مين؟ الكالكراين سالكس. ادي الكالكراين سالكس موجود على الميديال سيرفيس بتاع السيريبرال هيمسفير، ولما لفيت لتحت اكتر وصلت للانفيرير سيرفيس فقطعت الكولاترال سالكس. ادي الكولاترال سالكس. تمام. بعد كده بنلاقي عندنا ان لاترالي بيبقى في عندي ثلاثة ستراكشرز بقطعهم. الثلاثة ستراكشرز دول من الميديا لللاترال بنجمعهم في كلمة توي. التي معناها تابيتال، الاو اوبتيك راديشن، والاي انفيريور لونجيتيودينال باندل او فاسيكولاس. طب يعني ايه الكلام ده؟ التابيتم ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان عندنا الفايبرز اللي بتطلع من البادي من ورا، من البوستيريور بارت اوف بادي اوف كورباس كالوزا. في شويه فايبرز كده بتطلع وترجع لورا شويه، فهتبقى تعمل لاترال وول بتاع البوستيريور هورن، وبعد كده هتنزل لتحت في التمبرال لوب فهتعمل اللاترال وول بتاع الانفيريور هورن. الفايبرز دهيت بنسميها ايه؟ بنسميها ودي بتربط الاثنين تيمبرال لوبز ببعض. يعني احنا لو جينا بصينا هنا على البادي بتاع الكورباس كالوزم هتلاقيه بيدي فايبرز هتمشي لاترالي تربط الاثنين بارايتال لوبز ببعض. تمام. الفايبرز دهيت بنسميها راديشن اوف كورباس كالوزم. تمام. اخر فايبرز طالعه من البادي الفايبرز دهيت بترجع لورا وبعد كده ترجع تاني تطلع لقدام في التيمبرال لوب. الفايبرز دي بنسميها تابيتوم.
بنسميها تابيتون. التابيتون ده هي بالنسبة للبوستيريور والانفيرور هورن بتبقى عاملة اللاترال وولز بتاعتهم. فلو جينا بصينا هنا في المقطع بتاعنا، لما اقطع السبلينيا بيبقى انا بقطع ايه؟ بقطع التابيتون. ادي المقطع بتاع التابيتون، تمام. بقطع ايه كمان؟ بقطع الاوبتيك راديشن. الاوبتيك راديشن دي عبارة عن فايبرز جايه من اللاترال جينيكيوليت بادي وعايزه توصل للفيجوال ارياس في الاوكسيبيتال لوب، فهي ورا خالص، فممكن برضو المقطع بتاعي هيقطع. ادي المقطع بتاع الاوبتيك راديشن. اخر حاجه عندي الانفيريور لونجيتيودينال باندل او فاسيكولاس، ودي عباره عن نوع من الانواع الاسوسيشن فايبرز بتربط الاوكسيبيتال لوب بالتمبورال لوب، فهاخدها برضو معايا في المقطع. يبقى ترتيب الثلاثه ستراكشرز ده هما التابيتوم والاوبتيك راديشن والانفيريور لونجيتيودينال باندل او فاسيكولاس، من الميديال سايد لللاترال سايد متجمعين في كلمة باي. طيب المقطع بتاعنا هنا او الكافيتي اللي موجود هنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن البوستيريور هورن. طيب من الرسمة ده هي نقدر نجيب كل البوندرز بتاعة البوستيريور هورن. لو جينا بصينا على الروف بتاعه هتلاقي الروف بتاعه معمول بايه؟ معمول بالتابيتون، تمام. طب الفلور بتاعه معمولة بايه؟ عندنا هنا الكولاترال سالكس. وجود السالكس دهوت لو انت بتبص على بتبص من جوه البوستيرور هورن هتلاقي فيه اليفيشن هنا. الاليفيشن دهوت ريليتد لمين او معمول بايه؟ معمول بالكولاترال سالكس. الاليفيشن دهوت بنسميه ايه؟ بنسميه كولاترال ترايجون. كولاترال ترايجون، تمام. ده بيعمل الفلور بتاع البوستيرور هورن. طيب الميديال وول بتاعنا معمول بايه؟ لما نيجي نبص من جوه بنلاقي فيه اتنين اليفيشن، واحد فوق وواحد تحت. الاليفيشن اللي فوق معمول بمين؟ بالفورسبس ميجور، فنقوم نسميه ايه؟ نسميه بالب اوف بوستيرور هورن. اما الاليفيشن اللي تحت فده بيبقى معمول بالكالكراين سالكس، تمام. فنقوم نسميه ايه؟ نسميه كالكر ايفيس. يبقى الميديال وول بتاعنا عباره عن اتنين اليفيشنز، لما نيجي نبص من جوه بنشوف التو اليفيشنز، واحد فوق واحد تحت. الاليفيشن اللي فوق بنسميه بالب اوف بوستيريور هور، وده معمول بالفورسبس ميجور، تمام. اما الاليفيشن اللي تحت فبنسميه كالكر ايفيس، وده بيبقى معمول بالكالكراين سالكس. اما اللاترال وول بتاعنا فكانت ثلاثه ستراكشرز اللي قلنا عليهم من شويه، اللي هم جمعناهم في كلمه توي، تابيتال اوبتيك راديشن انفيرور لونجيتيودينال باندل او فاسيكولاس، من الميديال سايد واحنا رايحين لاترالي.